transplantation. Transplantation فيه ديتيلز كتيرة جدا. فيه ديتيلز كتيرة. دكتور حسين طبعا دكتور ما احنا جايين في الطريق تقول لي تفاصيل كتيرة لا، الكلام النظري كتير لا. ماشي بس ما نقدرش يعني الترانسبورتيشن بالذات العالم بدل فيه مجهود كبير جدا وكل سنه كل شويه الترانسبورتيشن مليانه ديتيلز والايفكت التقريب باثولوجي لازم يبقى بكل هذا الكلام. فمعلش دكتور حسين ايه نستحمل كده ولا ما نشربش قهوه يشربوا قهوه ونخلي تركزوا معايا في التفاصيل بتاعتها. طبعا الريبورت بتاع الكويست بتاع الترانسبورتيشن اللي بيجي للباثولوجيست لازم ينتبه ان هو يقول لنا على قد ما يقدر من المعلومات بتاعت الميشن، لازم يقول لنا how long the kidney has been in the recipient، هل ده زرع جديد ولا لا؟ تاريخ مهم جدا. في حاجات ديزيز بتبقى اكيوت ويرلي بوست ترانسبلانت، في حاجات بتبقى ليه؟ فمهم جدا نعرف الديت في ترانسبورتيشن. السيرم كرياتينين، هل رايز سيرم كرياتينين ده سادن او ماي او جراديوال؟ هل البيشنت ده انوريك خالص ده الكيدني فانكشن واقفه تماما يعني هي جراديوالي ديتيريوريتنج؟ هل في عندي بروتينوريا موجوده ولا لا؟ التايب الاميون سبريشن بياخد ايه؟ الكلام ده كل ده مهم. في عندي امبورتنت بوينتس في التكنيكال هاندلنج اوف رينال بايوبسي، مهم جدا يا جماعه بتوع الباثولوجي ياخدوا بالكم من الكلام ده. نقول the same set of sections that's prepared for other specimens are to be prepared. فاكرين الكلام اللي قلنا عليه في البيوبسي في النيتف كيدني؟ فبرضه احنا عندنا هنا نفس الكلام نفس التقطيع لان هنعمل نفس الستيت. The pathologist should be given sections stained by hematoxin and PVC. في الاول خالص قبل ما استناش الايه استبدال في حاله ترانسبلانتيشن يبقى should be given الأول hematoxin and leucine stain sections ويبتدي preliminary report لأن ده الكليشن بيبقى مستنيه وده مهم ما استناش بقى بقية التكنيكس. والميديال بروفيشن دايجنوست از ايه؟ بريد الكونكشن بين الباثولوجيست وبين ايه؟ وبين الكليشن. Most conditions can be assessed by light microscopic stains and even only hematoxin and leucine. لكن بقية المجموعة كلها the whole set of stains should be prepared to allow the pathologist to see as many sections. pathologist لازم يشوف السيريال سيكشنز، الحاجات اللي هتشوفها في الآخر ممكن ما تكونش موجودة في السيكشنز الأولانية. and make use of the stains for interpretation. immunology study or electron microscopy ممكن طبعا مهمين الإلكترون ميكروسكوب نقول إيه أهميته في الحالات دي. I've needed to investigate such things زي C4D lamination of peritubular capillaries in chronic rejection ده بإلكترون مايكروسكوب possible viral infection للناس اللي لو في antibodies للفيروس possible recurrence لأوريجينال هنا الألوغراف. فالحاجات طبعا ايه مهم ان هي تكنيكس ثانيه لكن مش هنستناها لازم ندي ريبورت سريع في الاول بالتوكسين الانيبسين. فاكرين الكلام اللي احنا كنا قلناه عن عن الستينز بتاعتنا دي وقلنا ازاي هنقطع السلايدز وقلنا ما نحطش كل السكاشن على سلايد واحده عشان اقدر ان انا اعمل السيريال سكشنز بتاعتنا هيماتوكسين اليوسين الباست الميسوتراكروم السيلفر كل حاجه هتفيدني لو في مثلا ديبوزيتس اشوف انها كونجريت وارجع من تاني سيريال من تاني ابدا بقى السيلفر لحد ما انتهي في الاخر بالهيماتوكسين اليوسين يبقى شفت اول سكشن واخر سكشن بالهيماتوكسين اليوسين وبسيب شرايح عشان الميون فلوريسنس اللي بعملها على الباربن سيكشنز وبيفضل عندي بلوك وباقي فيه برضه تيشو وبيبقى عندي شرايح ممكن ما تكونش ايه مسموح استخدمها بعد كده. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. انت speaking about rejection. Rejection is either acute rejection او chronic rejection. الاكيوت في عندي acute rejection من hyper acute او acute antibody mediated rejection. السيلر انا كده التأكيد برضه اكيد سيلر ريجكشن يبقى دول هيومورال انتي بودي بس ده سيفير فورم هايبر اكيوت والانتي بودي مديتد اللي احنا بنتكلم عنه بالتفصيل.
T-cell mediated rejection, acute cellular rejection, وبعد كده عندي الـ chronic rejection. الـ chronic rejection منه antibody mediated برضو و T-cell rejection, T-cell mediated. Pathogenesis antibody mediated rejection. نقول ان الـ antibody mediated rejection ده في pre-sensitization to donor blood groups or HLA antigens because of prior transplantation from blood transfusion of pregnancies. يبقى في اول البيشنت اكسبوزد لايه؟ الانتيجين ده قبل كده بتاع الجرافت. البيشنت ده اتعرض له قبل كده فكون ايه؟ انتي بوديز. He has already formed antibodies in his blood. It begins by immunological injury. الانجري بتبدا منين؟ The endothelium of arteries and capillaries. اشمعنى الاندوثيليوم؟ لان الاندوثيليوم هي ايه؟ البارير. It's a barrier بين ايه؟ بين البلد of the recipient والجرافت. ايه الجنكشن؟ الطبقة ديت اول حاجة بيقابلها ايه؟ الاندوثيليوم. فديت اول لير بتبقى انجري. الاندوثيليوم انجري leads to vascular thrombosis and ischemic thrombosis of the allograft within hours. ده اللي هو ال hyper acute rejection في الاول خالص in the very early stage. دي يعني hyper acute after recently accelerated rejection. الرسم دي مهمة جدا تبين لنا ايه؟ احنا عندنا الانتيجين الاول الانتيجين بتاع الجراف بناخده الانتيجين بريزنتنج سيلز. في سيلز زي الدندريتك سيلز بتبقى بتعرض الانتيجين على الدندرايتس بتاعتها للوندرين انفلاماتوري سيلز. يبقى الانتيجين بريزنتنج سيلز هنا ان ذي جرافت بتاعت الفوق بتاعت الجرافت عليها ايه؟ عليها الكلاس 1 ميجر هيستوكومباتيبلتي مولكيول والكلاس 2. اللي بنتعرف على الكلاس 1 اللي هي ايه؟ السيل توكسيك سي دي 8 سيل توكسيك تي ليمفوسايتس. اللي هيتعرف على الكلاس 2 اللي هي السي دي 4 اللي هي الهيلبر تي سيلز. بعد كده عندنا هنا السيل توكسيك تي سيلز هتبروليفريت خلاص اتعرفت على الانتيجين ده هتقابله في اي حته هتبقى عارفاه هتبدا هنا هي موجوده اهي الهيبر دي بتاعت الايه؟ بتاعت الريسيبيان ماشي؟ هتمشي في البلاد هتلاقي ايه؟ الانثيليوم اوف بلاد فيزلز هتقابل عليه الايه؟ اللي هي الكلاس 1 اللي هي الاحمر ده كلاس 1 مولكيولز هي عارفاها وعارفه ان هي فوري اتعرفت عليه هتريأكت اجينست هتعرف على ايه كمان؟ هتعرف على التيبولر ابيسيليم هتعرف على كل ما هو ستراكشر في الجراف هتعرف عليه وتهاجمه هتهاجمه ازاي هي عندها بيرفورين انزايم يبقى هيحصل له بوليمرايزيشن زي الشنيور بتعمل فورم في السيلز بعد كده تحط الانزايمز التوكسيك انزايمز وتهدم الخليه دي وتقتلها عشان كده هي سايتوتوكسيك تي ليمفوسايتس يبقى المسؤول عن الـ cell mediated reaction هيبقى هو ايه؟ السيل توكسيك اللي هي CD8 سيل توكسيك T lymphocytes. الـ helper T cells اللي اتعرفت على class 2 هتبروليفريت وهتعمل ايه؟ هتدي interferon gamma هيعمل تزود increase الـ vascular permeability للـ endothelium أو thrombosis وبعد كده بيزود الهيستوكومباتيبلتي انتجين الاكسبريشن في التيوبيولار سيلز بحيث التي سيلز بتلاقيها تاتاك اكتر هيأكتيفيت ماكروفاج بحيث ان هي كمان هتهاجم الايه التيوبيولار سيلز نيجي هنا ده كل ده اسمه دايركت باسوي دايركت ريكوجنيشن للانتيجنز اللي هي موجوده على بتاع الايه بتاع الجريف موجوده اللي هي اللي بيعرضها الدندريتك سيلز اوف ذا ايه قصدك اللي موجوده في الجراف من ناحية تانية الإندايركت باسواي الدندريتك سيلز أوف ذا ريسيبيانت برضه عليها الأنتيجينز السنتوكس التي ليمفوسايتس اتعرف عليها لكن إت كانوت إنشيت أ رياكشن مش هتعمل رياكشن إلا لو إيه عن طريق الدايركت باسواي أما التي هيلبر ليمفوسايتس السي دي 4 دي برضه هيحصل لها تعرف عليها وهترياكت بروليفريشن وهتعمل إيه؟ هتعمل نفس الكلام ده زائد ان هي هتاكتيفيت
بي ليمفوسايتس. البي ليمفوسايت ترانسفورميشن بينتهي بالبلازما سيلز، والبلازما سيلز هي بتعمل الميونوجلوبولين، والميونوجلوبولين دي هيومورال رياكشن. فهنا الانتي بودي ميديتد رياكشن، هي ايه انتي بوديز ديت بتريأكت مع الايه، مع الانتيجين هنا على الاندوثيليوم اللي هو الاصفر المدور ده اللي اتعرفت عليه السي دي 4 سيلز دي، هت اكسبرس الانتيجين ده على الاندوثيليوم وتريأكت معاه. اذا نعمل هنا سيل ميديتد رياكشن وانتي بودي ميديتد رياكشن. يبقى الانجكشن عندي في سيل ميديتد وفي ايه انتي بودي ميديتد. السيل ميديتد رياكشن بتقوم بيه اساسا مين؟ السايت توكسيك سي دي 8 بوزيتيف سيلز، سايت توكسيك تي ليمفوسايتس، لانها اتعرفت على كلاس 1 انتيجين بالدايركت باس واي. هتبروليفريت وترياكت مع الاندوثيليوم ومع الاكسيليوم بالبرينيوم تيوبولز والجوي. السي دي 4 سيلز الهيلبر اتعرف على كلاس 2، اتعرف على كلاس 2 هتبروليفريت سواء ايه بقى كلاستو هنا، سواء على الدبريتك سيلز اوف دي جراف او الدبريتك سيلز اوف ذا ريسيبيان. اتعرف على الكلاستو انتجين بروليفريت وتعمل ايه، هتساعد السي دي 8 سيلز سيل توكسيك سيلز وتزود الباسكولار بيرميابيلتي للاكسبريشن اوف انتجينز. هتعمل ايه كمان، هتاكتيفيت ماكروفاج، ومن ناحيه ثانيه اكتيفيت بي ليمفوسايتس. البي ليمفوسايتس ايه ترانسفورم بلازما سيلز وتدي اميونوجلوبولين وتبدا الهيومورال رياكشن. يبقى احنا عندنا الريجكشن، عندي تي سيل ميديتد، وعندنا ايه الهيومورال رياكشن. يبقى البي ليمفوسايتس بتمر مراحل كتيره، ماشي، دي كلها مراحل ترانسفورميشن، في الاخر بتدي ايه البلازما سيلز. في بلازما سيلز قبل البلازما سيلز في بلازما بلاس. لاحظ ان البلازما سيلز السيتوبلازم بتاعها ايه بلو مارين، الازرق التقيل ده نتيجه انها ريتش ان رايبوزوم، ماشي. دكتور حسين خليك معايا، الكلام ده فاكره فاكر الكلام ده، ها؟ لا فاكر السبايس دي، مش فاكر. احنا كنا بنقول ان الريجكشن يا اما عندنا ايه سيل ميديتد او ايه او انتي بودي ميديتد. سيل ميديتد اساسا بلاقي ايه الليمفوسايتس اللي هي سيل توكسيك تي ليمفوسايتس معاها هيلبر باي الهيلبر تي ليمفوسايتس. بس ساعات من ضمن الحاجات لما تيجي الباكتيريا والجاما بتايه اكتيفيت ماكروفاج، وشكل الماكروفاج عامل ازاي؟ الريجولار مودفايد، يعني ايه بيبقى منظر كده. بعد كده الهيلبر تي ليمفوسايتس الريسيبيانت انتيجين بريزنت سيلز تبقى اكتيفيتد، تمام، فبتكتيفيت بي ليمفوسايتس. بي ليمفوسايتس لما ترانسفورمر بتدي ايه؟ البي بتدي في الاخر بلازما سيلز، وظيفه البلازما سيلز بتدي اميونوجلوبولين، فهنا الانتي بودي ميديتد ايه؟ ريجكشن. اذا احنا عندنا ريجكشن سيل ميديتد او انتي بودي ميديتد. بعد كده احنا قلنا جبنا الصوره دي بالذات ليه؟ ادي ليمفوسايت اهيت، بي ليمفوسايتس هيبقى ترانسفورمد، هيبقى اكتيفيتد بالايه؟ بالهيلبر تي سيلز، تدي بقى الايه؟ الليمفو بلاست، الميون بلاست، بعد كده بلازما بلاست، وفي الاخر تديني بلازما سيلز. واخد بالي كلمه بلاست الاقي السيتوبلازم بتاعنا ايه؟ ازرق، باللون الغامق. السيلز دي احنا كنا زمان خالص كان في تكنيك اللي هو اسبريشن سيكولوجي، ما كانوش بيعملوه، مع انه كان مفيد. كان ممكن يتعاد كل يوم لو جرافت سايلنت مش عارفين ايه اللي جواه، يا دوب ايه بنحط الابره كده ونطلعها ونغلق ونجيب السيلز. فدي السيلز اللي جت بتطلع معايا. فهنا عندنا السيلز دي اللي هي، عشان كده بقول لدكتور حسين فاكر الكلام ده، دي اللي هي الليمفو بلاست. وانا بنساه لانه ما كنتش داخل فيه، انا كنت بعمل الاسبريشن ده كنت عايز افشل، ما اعرفش ليه. بس في الاول كان بيجوز افشل. انت بتجيب ده على ايه ده؟ فكل ادي السيلز اللي كانت بتيجي في حالات الريجكشن، نلاقي السيلز اللي هي احنا بنقول عليها الليمفو بلاست بقى المراحل. الكلام النظري اللي احنا شفناه اللي فات ده كنا احنا بنشوفه في السيتولوجي. ادي السيلز الحرف بتاعها احنا قلنا البلو مارين الازرق، ده كده كتير سيتوبلازم. كنا بنلاقي السيلز دي
ايه مديون بلازما سيلز، ايه الصراحه تعمل مديون بلازما سيلز اي خليه بتنقسم اهي، شايفين البلومارين كلر او دي سايتوبلاز والبلازما نيوكليار هيرو، كل ده كنا بنشوفه كان بيبقى جميل جدا وبنشخص منه ريجكشن من مجرد خلايا طلعت لنا ونقدر نقول ده ريجكشن بدل ما نقول كنا بنسحب في قلب الكيدني ونسحب معاه بريفرال بلاد سيلز ونطرح الخلايا اللي موجوده من الاسبريشن ونعمل ديفرنشال كاونت طبعا للاسبرين، ديفرنشال كاونت بلاد نطرح من بعضهم نطلع عدد انكريمنت اكتر من ثلاثه نقول لهم ده ريجكشن، نقول حاجات كتير واحنا ماشيين، بس انا بقيت الحاجات دي عشان نفهم الباثوجينسيس اللي احنا بنقوله. فهنا اتي البلازما سيل اهي دي بلازما بلاست لسه ما هياش ماتيور حجمها كبير بس نفس اللون اهي، بعد كده بلازما بلاست برضه ويز مالتيبل نيوكليولاي، وبعدين بعد كده بدأت تدي دي تصغر حجمها يبقى اصغر وتديها البلازما سيلز. من الحاجات اللي كنا بنسحبها فاكرين الصوره دي اللي احنا قلت لكم الخلايا دي ماكروفاج وشكلها ايربيجولار ورود شيب الرسمه الاولانيه، وشوف السيتوبلازم بتاعها مارك هاي ريجوليتد ان اي مليان فاجوسيتيك فيوز، فدي كده ايه المونوسايت ابرود نيوكليوس، بعد كده تبدا كل ما بقت اكتيفيتد وبقت ماكروفاج تبدا النيوكليوس بتاعها تبقى كده تبقى رود شيب واضح السيتوبلازم ده، ودي بتبقى علامه للايه؟ للادفانس ريجكشن. هنا في معركه موجوده زي سبيناليس ايفاتال دي التيوبلر سيل، الابره بتسحب ايه؟ وعلينا احنا نترجم الكلام، تسحب هنا تيوبلر سيل دي تيوبلور سيل تيوبلر سيل ماشي؟ في هنا ايه؟ ايه اللي لازق فيها؟ الكوفاج، شوف الفاكيول قد ايه؟ بقى هنا في معركه رابعه تهاجم الايه؟ الخليه التيوبلر سيل، شايفين اكتيفيتد ماكروفاج بقت عامله ازاي؟ والروت شيب دي لارج جرانيولار ليمفوسايتس برضه لها انزيمز لها دور فيها، شوفوا بقى المعركه دي عامله ازاي هنا؟ شايفين الاتاك هنا اللي عاملاه كل ده متكون على ايه؟ تو اتاك الجرافت سيلز، شايفين قد ايه الاجريجيشن ده؟ ده ادفانسد ريجكشن، دي ايه؟ ده ريجولار نيوكلاس دي تيوبلاسيل، تيوبلاسيل بتقولك ما تصفاش دي تيوبلاسيل دي معركة دي. الكلام ده كان قبل سنة 93، كان كلام مهم جدا اللي ما كانتش سلبان فطلعت الكلاسيفيكيشن بتاعت ده مش في الفهم، هما دلوقتي بيدوروا على تكنيك ولا سهل وجميل جديد، بس هما مش اكسبرت في الريك. بس هو المشكلة اللي سافر اللي كنا بنصحابه بتاعت سفيشن لما لقى ايه زي البرد، فكان وما بقدرش في الاخر اعمل ايه ستيجز، واعتقد ان هو على مستوى العالم كله ما عادش مش عارفه ليه، لكن بس انا بحطه بس دلوقتي ليه؟ عشان بنفهم مع بعض الباثوجينيسيس بس دي حاجه احنا فعلا كنا بنشوفها. طيب والترانسبلانت ريجكشن بقى الريجكشن زي ما اتفقنا وفرشنا الارضيه دي كلها قلنا ايه؟ ممكن يكون سيل ميديتد، ممكن يكون انتي بودي ميديتد يعني هيومور. وخدنا فكره صغيره عن الايه؟ الميكانيزم. الهيومور اللي فيه انتي بوديز في عندي الهايبر اكيد ريجكشن ده بري فورم دونر سبيسيفيك انتي بوديز، اصلا مش عنده دونر سبيسيفيك انتي بوديز مجرد ما تحط الجرافت بتدوي الاتاك. عندي الاكيوت هيومورال ريجكشن ما هوش بقى اجريسيف زي الهايبر اكيوت، لا اقل ماشي. في عندي اما بري فورم انتي بوديز او دونوفو او كونت جديد انتي بوديز. في عندي الكونت ريجكشن في اسوشيتد معاه هيومورال ميكانيزم، يبقى انتي بودي كرونيك ريجكشن كرونيك انتي بودي ميديتد، هو كرونيك وفي كل الداتا بتاعت كرونيك وزياده على كده في انتي بودي ميديتد، يبقى دي ايه كلاسيفيكيشن بسيطه خالص اهي للريجكشن. الريجكشن يبقى سيل ميديتد دي انتي بودي ميديتد، انتي بودي ميديتد فيري سيفير والهايبر اكيوت ريجكشن، اقل شويه اللي هو الاكيوت ايه هيومورال ريجكشن او انتي بودي ميديتد ريجكشن. والكرونيك ريجكشن هو نفسه يعني ممكن يكون دي سيل ميديتد وممكن الاقي ايه معاه انتي بودي ميديتد ريجكشن. نتكلم عن الانتي بودي ميديتد ريجكشن. هايبر اكيوت المفروض طبعا ما عندناش بنشوفه، كنا بنشوفه زمان عندكم كده؟ هو القصه قبل اول زرع كده في العالم ما لناش دعوه بحكايه الكوينز اللي سنه 54، اول كان بيعمل بروجرام ترانسبلانت يبقى قبل سنه 62. من 62 لسنه 69 ما كانش في كروس ماتش اتعمل في الكوينز ترانسبلانتيشن. ف
فكان ساعتها فعلا العيان لو هو بص الكروس ماتش وزرع ممكن يلاقي هيبقى ريجكشن. لما دخل الكروس ماتش بروتين في عالم الانا ترانسبلانتيشن قبل الاول اول اول يعني احنا بنطلع يعني مش لازم تشيل البيبان كويس عمول كل السيرولوجيكال داتا. طب ايه اللي بيخلي يجيب انتي بودز تبقى موجوده ريشن ريأكت مع الدراج؟ لو بريجنسي وبيشن تعرضت لسيميلر انتيجنز، لو كان ترانسفيوجن من دونر فيها دونر بلس 1 اتش دي انتيجن، او في ترانسبلانتيشن اكسبوجر لاورجن دونر اتش دي انتيجن، بيشن تعرض لايه؟ للدونر زرع. ليه الريسيستازيشن ده دينجرس؟ وناخد بالنا البيشن ده ما ياخدش بلاد من نفس الدونر او نفس الفصيله بتاعته او كده، بتزود الريسك اوف هايبر اكيوت ريجكشن. الميموري بي سيل ريسبونس بتدينا ايرلي انتي بودي ديت ريجكشن، الكورنت اكتف انتي بودي دي بقى، يبقى ده هينشط ايه الانتي بودي ديت ريجكشن بانواعه الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. دي صوره بقى هيستوريكال للدكتور حسين كده من عندكم، يعني لما كنا الأول خالص في أول الزرع. ده كارثة يا جماعة، لأن أنا وقت ما اشتغلنا في تحضير الزرع والمريض بعد معاناة لأبو تبرع محمد ربنا له دخل عملية الجراحة، بدل ما يطلع من أوضة العمليات الكلى مزروعة بيطلع بإكسبلانت الكلي، بدل ما الترانسبلانت اسمه إكسبلانت، يعني الكلى اتحطت واتقتلت واترمت بقى في الباثولوجي تحت يشوف الباثولوجي تحت، فبالتالي بقى في إحباط شديد جدا. مش اترمت الباثولوجي تحت. للمريض وهزه جامده جدا، يعني ما في يعني مهما كان السيستم قوي هتلاقي الناس كلها بتخبط في بعضها، احنا نقول بتوع المناعه ما عملوش كويس، وبتوع المناعه يقولوا بتوع الكلى ما حضروش كويس، واحنا نقول الجراح لما الجراح يهاجمنا نقول انت كنت بتشتغل وحش، وكله يضرب في بعضه. فالقصه دي المفروض ما تشوفهاش خالص. فاهم؟ ادي الكلمه اللي هي الهايبر اكيوت ريجكشن، وهنا بقى ده ايه الاريا البيزوتيه كورتيكال نيكروزس، فالنيكروزس ايه تماما في ايه؟ في الكورتكس والثرومبوزس في البريزنس. بنلاقي في الهايبر اكيوت ريجكشن جلوميرولس الاول بتبقى مليانه بمرجن بنيتروفيلز مقفوله الكابيلز بتاعتها اباندنت نيتروفيلك رياكشن، دي فوسفوندستك اسيد لما توكسن تبين لي الثرومبوزس الفيبرينويد نيكروزس جزء كبير سبته من الجلوميرولاي، يعني برضه وهنا فيبرينويدي جوزس الاركيوليس عند مدخل الجلوميرولس، زائد الاكستنسيف انترستيشيال هيموريج، تبقى صوره مأساويه يعني. وبعد مده ادي المنظر ايه؟ الكورتكس نيكوتيك بقت كلها ايه؟ بقت جوزس بيفضل بيضل يمكن لها دول فرنسا دي اللي هو بزنس الكبيره كلها شوكه. يبقى ده الكلام عن الايه؟ عن تعامل الانتي بودي ريجيتد، واول حاجه اللي هو المارك او السكين ما عادش موجود، ده دلوقتي موجود ده الهايبر اكيوت ريجكشن. نيجي للاكيوت هيومورال ريجكشن او انتي بودي ريجيتد ريجكشن. الانتي بودي ريجيتد ريجكشن عندي قلنا الهايبر اكيوت هيومورال ريجكشن والكرونيك هيومورال ريجكشن. ماشي، هما ثلاث ايه انواع عندنا انتي بودي ريجيكتد ريجكشن. هنرجع للحاجات دي تاني بس نشوف الاول الصوره وبعد كده نطبق على الكلام اللي كان شوف حسين لسه عايش واقول كل الصور خلاص. انا بعمل بس على ان هم يستفيدوا اقصى استفاده. احنا اتفقنا ان ما نشيلش اكل ريحه. هايبر سيلاريتي، في فان هايبر سيلاريتي، بس تعالوا نشوف الهايبر سيلاريتي اللي هو ايه؟ موجوده جوه الكابيلز، داخل الكابيلز نفسها.
السيلز الكتيره دي جوه كبلز، لكن الميزانجيم نفسه فروع الشجره دي اللي هي البرنتين اللي الجمهور بتاع الكبلز مش سيكن، لكن في فعلا هايبر سيلولاريتي سيلز كتيره اللي مكانها فين؟ انتر كابيلاري جوه الايه الكابيلاري الجلومرال كابيلز خلاص. دي بنسميها جلومرولايتس، الاقي الجلومرال سيلز انسايد ذا كابيلز. طيب امال حد يقول لي دي ايه؟ دي سيل انيوم لول. ايه الانيوم لول؟ الاندوثيليا سيلز. يبقى عندي سوولن انلارج اندوثيليا سيلز، وايه كمان؟ وعندي انكريز انترا كابيلاري انفلاماتوري سيلز. ده هو الجلوبرولايتس، ده اللي احنا عايزين ان احنا نوصله. يبقى انا عندي برضه هنا السيلز موجوده سوولن اندوثيليا سيلز دي ميكروفيلز، وهنا مفيش سيلز كتيرة زي اللي فاتت، لكن هنا معظمها هي النيوتروفيلز تبقى موجودة جوه ايه؟ الجلوميرولز. هناخد بقى كل حاجة كل فايندينج في الريجكشن، وده اللي الناس بتوع البنف بيعملوه يتلموا كل كام سنة ويقعدوا يشيلوا ويحطوا والديتيلز الفيري ماين ديتيلز، ان كل حاجة بتنقلهم من دايجنوزس لدايجنوزس ومن ستيج لستيج، يعملوا وركينج جروب يقعدوا يشتغلوا كورجيت النتائج ويسوقوها الاخر في ايه؟ في اجتماع ويتعاونوا بيه، وده العالم كله يمشي عليه. عشان كده اللي بيجي يقرا البيوبسي بتاع الريجكشن مش عيب خالص يحط السكولينج جنبه، وكل فايندينج لقاها يحط بين سكور في الاخر يكتب سطر كده البامف ده تجميع السكورز اللي جابها. ماشي، يمكن في مش عارف يتعقد من شكل الريبورت ايه الكلام الفاضي ده، دي رموز مش عارفينها، عشان كده لازم نفهمها ونعرفها، نعرف كل سكور يعني ايه، ان الريبورت هيجي المظبوط يجيلك بكل السكور مكتوب الاكيوت ايه والكرونيك ايه وكل حاجه تبقى مكتوبه، رموز بتاعت البنك تبقى موجوده. اول رموز هنعرفها اللي هي الجلوميرولايتس اللي احنا شفناها. الجلوميرولايتس هما حطوا لها سكور، حطوا ايه؟ اذى رمز جي اهي، وزيرو يعني مفيش جلوميرولايتس، جي 1 يعني جلوميرولايتس باقل من 25% اوف ذا جلوميرولايتس، اقل من ربع جلوميرولايتس فيها جلوميرولايتس. لو انا عندي من 25 ل 75% من الجلوميرولاي معظمهم فيها سيجمنتال او جلوبال جلوميرولايتس تعود اثنين. لو موستلي الجلوميرولايتس اكثر من 75% وموستلي جلوبال، جلوبال يعني ايه؟ الانتاير جلوميرولس، كل الجلوميرولس كلها مليانه سيلز، فدي سيلز شفناها في الاول، فدي هتاخد جي 3، يبقى عرفنا جي رمز الجلوميرولس وده ايه؟ السكورينج بتاعها. طيب قبل ما ننقل على البرامج الثاني، ماشي من الاخر خالص نرجع للكلام اللي احنا قلناه الاول. طب دي تيوبيول، دي تيوبيول ماشي، ودي تيوبيول، هنا دي ايه؟ دي فيري تيوبلر كابيلز، يبقى فيها ريد سيلز، يبقى انا عندي هنا في ايه؟ فيري تيوبلر كابيلز جواها سيلز، فيري تيوبلر كابيلز هنا فيها سيلز ودي تيوبيول ريد، وهنا فيري تيوبلر كابيلز جواها سيلز والبروفيلز دي، هنا ادي تيوبيولز. الفصل ده حلو جدا في الحاجات دي، بنأدي وادي كابيلاريس، وهنا في ايه؟ الفيري تيوبر كابيلاريس انفولجد بايه؟ بليز انفلاماتوري سيلز، فبنسمي دي ايه؟ كابيلارايتس، فيري تيوبر كابيلارايتس، يعني كابيلاريس اللي حوالين تيوبيول مليانه انفلاماتوري سيلز. الفيري تيوبر كابيلاريس از امبورتنت تو كومنت على ايه؟ لما نشوفها السايت بتاعها، لما توصلوش نبقى السايت بتاعها. الفيري تيوبر كابيلاريس شوز نوت بي سبورت ان، شوفها لك ما بصش عليها في الاداره، في البضاعه انا هتلخبط بينها وبين اللوكو فين اللي هي البول بتاعها رفيع ومش هعرف افرق قوي، ابقى مش هبقى شور من ان دي لوكو فين ولا كابيلا. بيضل يوز ذا اسوسيشن اوف فازا ريكتا انفلتريتس ويز اكيوت تيوبر بروزس ذا بيزل
surrounding nodular lymphocytic lymphoid aggregates ماليش في حته مليانه lymphocytic aggregates هبقى confused lymphocytes من وسط الاجريجيتس الدنس ده مش هعرف اقول ان دي شور انترافيلاري. الاريز اللي فيها طويل نفرايتس او جنب الانفكشن يعني انا بقى عن حاجاتي عشان اطلع سكورينج مظبوط. برضو مهم ان كومنت ان البريتشولر كابيلز ار كات ان لونجتيودنال بلانز اوف سكشنز الكاتنج بتاعه اللونجتيودنال بلانز شود نوت بي سكور لان هي فيها كميه اكتر من الحقيقه برضه كروس سكشنز. الاكستنت اوف انفلاميشن لازم اكومنت عليه هل كل البريتشولر كابيلز يعني اقل من 50% ولا اكتر من 50% من الكابيلز افكتد. طب مكونات السيلز دي هل هي مين مونو نيوكليار؟ هل هي ليمفوسايتس؟ هل هي نيوتروفيلز؟ طب النيوتروفيلز بتبقى ايه؟ البروجنوز بتاعها اوحش ماشي؟ ده بيبقى مهم جدا ان احنا نكومنت عليه. طب برضه البيرتيبيولار كابيلاريتس لها سكور والجرامزها ايه البيرتيبيولار كابيلاريتس بي تي سي بي تي سي هتلاقي في الريبورت الباثولوجي ريبورت لازم يشمل جي يعني acute glomerulonephritis PTC يعني acute peritubular capillaritis 0 يعني مفيش 1 قالت ده يا اما قدو او 10% من الكورتيكال peritubular capillaritis فيها capillaritis واقصى حاجه 3 ل 4 اليوم من الانفلاماتوري شيبس PT 2 يعني اكتر من او يساوي اكتر من 10% من الكورتيكال peritubular capillaritis. هنا بقى الفرق من 1 2 ايه عدد الايه النيتروفيل الانفلاماتوري سيلز ستيج 3 برضو اكتر من 10% اذا كلهم اكتر من 10% لكن الاختلاف في عدد السيلز انسايد ذا كابيلاري ليومن. العنصر الثالث الاكيوت انتي بودي دي ريجكشن هيبقى عندي ايه البلاد فيزلز البلاد فيزلز هلاقي فيها ايه في بيرنوين ميكوزس اريس اوف ميكوزس في الفيزلز يبقى اذا البرينتيمال تشينجز في الانتي بودي انجيد ريجكشن بتأفكت الجلوميرولاي البريتيبيولار كابيلاريز ماشي البريتيبيولار كابيلاريز البلاد فيزلز الاقي فيها ميكوزس ممكن الاقي التيوبيولز نفسها بقى فيها تكشر اوف اكيوت تيوبيولار ميكوزس. هل اقول عليها اكيوت تيوبيولار ميكوزس؟ لا استنى اقولش ده اكيوت تيوبيولار ميكوزس وقتها اشوف الاذر بارامترز اوف انفلاميشن موجوده ولا لا ماشي. وفي الحاله دي مش هقول عليها اكيوت تيوبيولار ميكوزس بقى هتبقى انتي بودي انجيد ريجكشن. مهم جدا ان انا اشوف السي 40 سي 40 ده لاقوها وصمه جميله جدا في الانتي بودي انجيد ريجكشن. سي 40 از ريبورت از ان اميون هيستوكيميكال ماركر للهيومرال اي ميديتد ريجكشن. فاكرين الرسمه دي؟ بس دي بتاعت الكومبلمنت قلنا الكومبلمنت زي ما قلنا اللو الترنتيف باسواي والليبت الباسواي ده بيعمل ايه؟ بيدي اكتيفيتد سي 1 لايت كومبلكس اكن زي السي 1 يبدا ينشط الايه الكومبلمنت. احنا مش هنشرح بقى الكلام ده احنا بس بنقول ان الكلاسيك باسواي بيبقى بينتج عنه اكتيفيشن للسي 4 السي 4 ده بعد كده بيسمع بيدينا سي 4 1 سي 4 اللي هو بيعمل لنا هنا اكتيفيت سي 4 اي وبي اي وبي جزء من سي 4 بي ده بيبقى دي اكتيفيتد يتحول لسي 4 دي. يبقى احنا عندنا السي 4 اللي هي سي 4 بي اللي هو اكتيفيتد ده بالكلاسيك باسواي هنا هنا عندنا الانتي بودي الجديد الانتي بودي اللي هيعمل كومبلكس مع الكومبلمنت وهيلزق في الاندوسكيليوم. يبقى عندي هنا الانتي بودي هيعمل كومبلكس مع الكومبلمنت وهينزل اتاتشن للاندوثيليوم. بس سي 4 بي بيبقى دي اكتيفيتد تتحول الى سي 4 دي ماشي. فنقول ان احنا عند اكتيفيشن اند ديجراديشن نتيجه الانتيجين انتي بودي رياكشن اكيوت انتي بودي ميديت رياكشن اجينست الدونر بلس 1 اتش بي انتيجينز على الاندوثيليوم سيلز بالانتي بودي مع الانتيجين مع الكومبلمنت ماشي عمل اكتيفيشن اند ديجراديشن للسي 4 مولكيول وتكون عندنا السي 4 تي. الانجر اندوثيليال سيلز وذ ذير ويل بي اكسبوجر اوف ثايرو ايستر جروبس
as the endothelial cell cells. If a destructed endothelial cells will expose cell-ester groups, ماشي؟ بتتحد مع unite firmly with C4D مع cell-ester group forming stable molecule ما يتغسلش وما يروحش أساسا. وجود C4D معناها ان هنا في ايه antibody mediated rejection لان الجنكشن بتاعته مع السب endothelial tissue is very firm وبالتالي هو ماركر مهم يدل على الانتيبودي ميديت ريجكشن. نبدأ هنا ونجد الرسومات. سي فور دي ستيلينج واز انفستيجيتد ان ماني فورمز اوف البرنال فرانكس وير بريتيبر كابيلاري سي فور دي ستيلينج واز فيرشلي نيفر اوبزرفد. لا طب طب انا طب مع الجلومر فرايدس اللي فيها اكتيفيشن للكومبلمنت ممكن معانا سي 4 دي ان يبقى موجود بس في الجلومرولات ولذلك احنا لما بنهد السي 4 دي في الريجكشن وتفضل في الجلومرولات ار ستيت ما ببصلهاش انا كل اللي بيهمني الاندوثيليوم اوف بيري تيوبولار كابيلاريز لان ممكن الاندوثيليوم بتاع الجلومرولار كابيلاريز في ستيت بس ده الاميون ميكانيزم ثانيه فعايزين حاجه ما يشتركش معاها اي ديزيز تاني اللي هي البريتيوبر كابيلز ار نوت انفولفد اكسبت ان الا في حالات الريجكشن عشان كده هو سبيسيفيك. جلوبيلر سي او دي في بوزيشن اون ذا اذر هاند از ريلاتيفلي كومن فايندينج جلوبيلر ومش بنبص له مالناش دعوه بيه. احنا عندنا هنا ادي التوبيولز البسطين واتي بيزنج ممبرين ودي ايه؟ دي البيرتيوبر كابيلز اللي احنا بنشوف عليها الديبوزيتس بتاعت سي 4 دي بلاقيها ديفيوز وكونتينوس وايه؟ ولونها بيبقى غامق. بنقول ان السيكرو دي زي ما اتفقنا ان هو نيفر ديتكتد among the peritubular capillaries in native kidney disease او inflammatory kidney disease. فايس ديتكشن از ترانسبلانت سبيسيفيك معناها ان في انتي بوديز مع الكومبلمنت ريأكتد اجينست ديزيز اندوثيليوم. peritubular capillary سي 4 دي ديبوزيشن مع سيركيليتنج انتي اتش ال اي عندي انتي بوديز اجينست الاي دونر اتش ال اي of ALP blood groups should be positive for diagnosis of A acute femoral or antibody mediated rejection. If I mentioned the antibody mediated rejection, so can acute or chronic antibody mediated rejection, that's the way it is. حتى اكتبها لو انا مش عندي واقول ان حاله بتحتاج كذا كذا بحيث تتعامل في اي حته ثانيه بس لازم ابقى عارفه ان انا عشان اشخص فيرم دايجنوزس يبقى انا لازم الاقي سي 4 دي لازم الاقي سيركليتنج والكليشن يعمل نشوف سيركليتنج انتي بودز ال اتش بي اي او للبلاد جروب بتاعت البيشن. الهيستولوجيكال كراتيريا اوف انتي بودي مديتد ريجكشن او ابيتيبال ريجكشن ار بريزنت لكن سي 4 تي او سيركليتنج انتي اتش بي اي او اذر انتي دونر انتي بودز ار نيجاتيف فالحاله دي هقول ايه؟ سسبيشس اوف هيومورال ريجكشن مش هقولها شور دايجنوز لإني لازم ألاقي الحاجات دي. If histological feature of antibody mediated rejection لو histological feature ما عنديش بقى tubulitis ما عنديش glomerulitis ما عنديش peritubular capillaritis if they are lacking لكن C4D deposition في peritubular capillaris و circulating donor specific antibodies هيبقى الحالة والpatient تعبان يبقى acute A antibody mediated rejection نشوف ضربة قد إيه هو مهم لو انا حتى ما لقيتش هيستولوجيكال ايفيدنس
لكن السيرولوجيكال بوزيتيف وفي ديبوزيتس اوف سي 4 دي يبقى هي اكيوت برضه انتي بودي ميديتد ريجكشن. ولو لقيت بالعكس بقى، لو لقيت السيرولوجيكال ايفيدنس موجود لكن نيجاتيف سي 4 دي اقول سسبيشس. البي فولز في الانتربريتيشن اتفقنا ان الجلوميرولر ديبوزيتس مالناش دعوه بيها خلاص. Minolla is adequate for interpretation because minolla interferons also are target C4D. ماشي؟ Tubules of the minolla may be confused مع التربلر إذا أقول عليها مثلا ممكن أقول عليها نيجاتيف في المينولا تبيولز تبقى رفيعة عندكم هنا أو كده أقول عليها نيجاتيف، يبقى أنا مستحسن إن أنا أبعد عن المينولا هتديني البرسنت بتاعتي مش مظبوط. إنس أوميجروزس رغم إن حالة بوزيتيف بس هي الأريا أوميجروزس C4D بيبقى نيجاتيف. فدان البي فولز بالعادة. الميثودز اوف ديتكشن اوف سي 4 دي بنعمل اميون فلورسنس او اميون هيستوكيمستري على البعض سيكشن، يبقى اميون فلورسنس اون فروزن سيكشن ماشي، او على ايه اميون هيستوكيمستري اميون بروستيز على البارافين تيشو. واحنا شفنا ايه الصور بتاعته ديت. طب السكوري اتفقنا ان كل حاجه هيبقى لها سكور، وما نتعقدش ان السكور حاجه بنحفظه ونطبعه ونحطه جنبنا فنشخص الحاله ونقول انا عندي كذا يبقى ده هيتطبق معاه سكور كذا. السكور عندي سي 4 دي زيرو ما فيش نيجاتيف. هنا دي بالقارن البنك شوف 2007 ورجع طلع تاني بنك على البنك في 2013 كان زمان في 2007 اهي يجي لو عندي من 1 ل 10% من الديبيولز بوزيتيف ها؟ فده نقول عليها ايه؟ دلوقتي هنمشي دلوقتي ده الصبح بس لا ها؟ اخو محمد وصل فلازم محمد دي احنا بقى نشوف السكورينج اوف سي 4 دي. زيرو لو احنا عندنا كله هيبقى كله نيجاتيف. سي 4 دي 1 من 1 ل 10% of the peritubular capillaries stain positive. فاحنا هنعمل ايه هنا؟ بالإميونو لو احنا بنعمل تكنيك او اميونو فلورسنس هقول عليه نيجاتيف. تكنيك او اميونو هيستوكيمستري لو طلع لي 1 ل 10% بوزيتيف يبقى ده شور بوزيتيف. المهم جدا التكنيك لان النتائج عشان اعتمدها بتاعه الاميونو فلورسنس هتختلف عن الاميونو هيستوكيمستري. بعد كده اي نسبه زياده من دول بالاميونو هيستوكيمستري هعتبرها بوزيتيف. اي نسبه من دول ده الكلاسيفيكيشن الجديده غير القديم كانوا بيقدروا في شك ده شكين لحد بقى عندهم اكتر من 50% بس اللي بيقول عليه بوزيتيف. اما حاليا دلوقتي كان 2013 قالوا ايه؟ قالوا ان فوق ال 10% اعتبرها بوزيتيف باي تكنيك. لسه 10% بوزيتيف باي اميون كيمستري نيجاتيف باي اميون فلورسنس. C4 دي staining of renal allografts is valuable in the recognition of acute tumoral rejection, especially when features of acute serial rejection of only acute tubular injury are present. يبقى هو مهم جدا زي ما احنا اتفقنا ان حتى لو الهيستولوجيكال ايفيدنس مش موجود بس انا لقيت السيرولوجيكال ايفيدنس خلاص يبقى ده مهم. احنا قلنا الكلام ده من الفوز السلوكات اللي نعمل عنها دي صورة الجلوميرولار ديبوزيت او سي 4 دي. يبقى احنا هنا انا هبص بس على البيريتيبيولار كابيلز بعتبر ده مالناش دعوه بيه لان ممكن يكون ايه نتيجه اي انتي بودي رياكشن مع ايه حاجه ثانيه غير الريجكشن في الجلوميرولار. هما لما بييجوا يختاروا بارامتر ما يكونش فيه شركه معاه في اي حاجه، لازم سبيسيفيك يعني سبيسيفيك. فاحنا بنعتمد اساسا على ايه؟ على الديبوزيتس ان ذا بيريتيبيولار كابيلز. دي اهم حاجه عندي.
البنك الجديده قالوا ان احنا عندنا اكيوت انتي بودي ميديتد ريجكشن ريزلت ايفيدنت كومبلمنت ديبوزيشن، يعني غير سي 40 يبقى اكيوت انتي بودي ميديتد ريجكشن. ماشي، كل الحاجات دي عشان اشخص كده اكيوت انتي بودي ميديتد ريجكشن ريزلت كومبلمنت ديبوزيشن بلاقي ايه السيرولوجيكال ايفيدنس. يبقى بدل السي 40 في ايفيدنس ثاني للسيرولوجيكال ايفيدنس في انتي بوديز ليه سيرولوجيكال ايفيدنس انتي دونر سبيسيفيك، وما بقول عليه هيومورال ازاي، فلازم حاجه منها تكون موجوده. اما السي 4 دي ستيني نيجاتيف خالص خلاص، يعني اقل من 10%. مش اتفقنا ان لازم يكون اكتر من 10% عشان اعمل بوزيتيف؟ اقل يبقى ايه، يبقى زيرو، يا اما اقل من 10%. طيب الهيستولوجيكال ايفيدنس موجود انكلودينج وان اور مور اوف ذا فولوينج، الاقي مايكروفاسكولار injury microvascular مقصود بيه glomerulitis peritubular capillaritis، الاقي intimate او transatlantic arthritis transmural arthritis inflammation في الوول of the arteries arthritis، لكن المايكرو دي بتبقى capillaries اللي هي glomerular capillaries والglomerular capillaries والperitubular capillaries الجي والبي تي سي peritubular capillaries، الاقي intimate او transmural arthritis ثرومبوتيك مايكرو انجيوباسي بيكتشر زي ثرومبوتيك مايكرو انجيوباسي اللي كنا شرحناها المره اللي فاتت، في عدم وجود اي سبب يعمل لي هيموليتيك بيرينيك سيندروم. يعني ثرومبوتيك مايكرو انجيوباسي انت عارفين ايه الهيموليتيك بيرينيك سيندروم؟ لا، ده من غير اي رسمه كده ولا اي مانيفستيشنز للهيموليتيك بيرينيك الاقي ثرومبوزس الاقي نكروزس في الكروميزوم. اكيوت تيوبولر انجري زي ايه؟ اكيوت تيوبولر نكروزس ماشي، in the absence of any apparent cause علامة على فقط fluid ولا أي حاجة اللي يعمل له acute tumor necrosis، يبقى ده histological evidence of injury في الانتيبودي mediated rejection، إما تكون على مستوى capillaries glomerulitis أو peritubular capillaritis، إما تكون على مستوى الأرتريس الأرتريس يبقى إيه inflammation fluid في الأرتري، يا إما necrosis وthrombosis في الglomeruli أو acute tumor injury acute tumor necrosis. يبقى ده histological evidence مع histological evidence against antibodies against HLA. وفي الحاله دي لو عندي هنا سي 40 نيجاتيف اعتبرها antibody mediated rejection، عندي histological evidence و histological evidence. طب البيوبسي اللي بعملها سي 40 جاب لي بيوبسي قد ايه اقول عليه sufficient وقد ايه اقول لا insufficient؟ نقول ان المينيمال ادفوسي از فور فايبل كورتيكال او ميدالاري تيشو، يبقى لازم عندي ايه الكلمه ادفوسي دي تنطبق على ايه فايبل كورتيكال ميدالاري تيشو، ما يجيبش بايوبسي كلها نيكوتك وبيبقى ايه ما انت عندك تيشو كتير اهو بس كل نيكوتك برضه يبقى انسفشن، لان عشان سي 40 يبقى نيجاتيف في ايه في النيكوتك تيشو. نو جلوميرولاي ار ريكوايرد، انا محتاجه جلوميرولاي في سي 40، يعني نفرض ان ده بايوبسي من فوق خالص من بعد الكورتكس على طول immediately من الميدالة بس بعد الكورتكس بعدنا عن الديب ميدالة عشان نروح هنا. اقول له لا مش هينفع اطلع لك منها حاجه، لا ممكن اشوف البريتيوبر كابيلاريز اشوف هي انفلاماتور ستانز ولا لا، ممكن اسوقها للسي 40 هطلعه من الداب. فاذا الجلوميرولاي ار نوت ريكوايرد، this means that if tissue is sparse the portion with ميدالة can be used for a سي 40 staining، لازم استفيد بكل حاجه جات لي. distinction between tubular basement membrane والvascular C4D deposits is more difficult في الميدالة لما يكون عند اللوكوم هنا، اتفقنا على دي. فإذا لو جايب لي الديب ميدالة قوي هقول لك إن شاء الله الديب نتيجة مظبوط، إن جروث التيشو طبعا والسكار التيشو بيبقى insufficient. طب في عندنا C4D positive حالات C4D زرعناها لأنها positive وسب كلينيكال انتي بودي ميديتد ريجكشن. سب كلينيكال يعني ايه؟ يعني سيرم كرياتينين الاقيه نورمال نو نيو مفيش اون نيو اونست اوف بروتينوري، لكن بقيه الحاجات بوزيتيف برضه نقول عليها ايه؟ سب كلينيكال انتي بودي ميديتد ريجكشن. سي 4 دي ستيننج زود الهيستولوجيكال ايفيدنس اوف ريجكشن، احنا اتفقنا اول 3 فيتشرز كل دول لازم يكونوا موجودين، ان انا الاقي بوزيتيف C4D في البريتيوبولار كابيلاريز ماشي، الاقي اللايف ميكروسكوبيك ايفيدنس زي ما احنا اتفقنا، مفيش اي اكيوت سيلولار سان ميديتد ريجكشن.
احنا ناخد ريست ونكمل بعد كده الاكيل سيرجري. احنا كده اتكلمنا عن الانتي بودي ميديتد ريجكشن. اهم حاجه ان احنا فهمنا الهيستولوجيكال ايفيدنس، ادور على ايه؟ بدور على الجلوميرولايتس، بدور على التيوبيرايتس، بدور على الجلوميرولايتس، على بيريتيوبيرال كابيلارايتس بنسميها مايكرو فاسكولار، بنشوف بلاد فيزلز والانفلتريشن فيها انفلاماتوري سيلز وبعديها ارترايتس. بندور على الديبوزيتس للسي 4 دي، وعرفنا السي 4 دي كلام عنه هو سبيسيفيك للانتي بودي ميديتد ريجكشن. وبعدين السي 4 دي ما نشوفوش في حته فيها نيكروزس، ما فيش نتيج ميلانا خالص، واشوف فيها ما بصش على ايه؟ على الجلوميرولوجي. ماشي؟ نخلص بقى اللي بعد لسه نكمل السيرولوجي.